فاضل مستمعتنا الفضليات أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. سعداء أن نلقاكم في هذا العدد، حصة تربوية طبعا في ظل إصلاح المنظومة التربوية التي بشرتها وزارة التربية الوطنية. سنقف اليوم من خلال هذه الحصة على واقع الإصلاح، وذلك من خلال حصة خاصة مع مفتشي مادة اللغة الفرنسية للتعليم المتوسط. طبيعة الحال هي نخبة نجحت في الامتحانات وتواصل عملها المهني في ظل إصلاح المنظومة التربوية، ستشرف مستقبلا على تأطير المكونين. وطبعا هي نخبة من ولايات الوطن. معنا أول متدخل في هذه الحصة، سي بودراري محمد من ولاية خنشلة. سي بودراري، أكيد أنكم طبعا من النخبة التي يعول عليها في تكوين الإطارات، لا شك أنكم تلقيتم تكوينا على مستوى معهد ابن رشد، وتلقيتم طبعا تكوينا يصب في تكوين المكونين. يعني لا بد أننا نسلط الضوء على ما تضمنه هذا التكوين بالدرجة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية لجميع مستمعي إذاعة تيارت. قبل البدء في الخوض في الموضوع، تحية لإطارات معهد ابن رشد بتيارت الذين لم يدخروا أي جهد لوضعنا في ظروف مريحة لمواصلة هذا التكوين. بالفعل كانت إقامتنا في ولاية تيارت إقامة طيبة، وجميع من يعمل في هذا المعهد أبدى كل استعداد لتقديم كل ما نحتاجه من جانب الإقامة، من جانب التكوين، من جانب ظروف العمل. تحية أيضا لجميع سكان مدينة تيارت، بما أن نمثل مختلف أنحاء الوطن، إذن تحية من جميع أنحاء الوطن لسكان مدينة تيارت على حفاوة استقبالهم لنا وقيامهم بأكثر من واجبهم تجاهنا. تحية أيضا لعمال إذاعة تيارت الذين أعطونا هذه الفرصة للتكلم في موضوع حساس وهام ومصيري بالنسبة ليس للمدرسة فقط حسب، بل لمصير البلاد، لأن مصير أي بلد مبني على نوعية الفرد. إذن هدفنا مع جميع المتعاملين، جميع الأطراف، بدءا من الأسرة إلى الوزارة إلى مديرية التربية إلى سلك المعلمين إلى العمال إلى المفتشين إلى غير ذلك، هدفنا هو تكوين النشأ وفرد صالح وفرد بإمكانه القيام بما يجب تجاه هذا الوطن وتجاه نفسه. هذا لا يتسنى إلا بتكوين على جميع المستويات، ونحن استفدنا من هذا التكوين على مستوى معهد ابن رشد. والجميع يعلم أن صيغ التكوين لم تعد كما كانت عليه في السابق، لأن الوسائل العلمية متوفرة اليوم. فتواجدنا في المعهد رغم قصر المدة إلا أنه سمح لنا أن نطلع على أمور هامة وهامة جدا ومفيدة للجميع، خاصة في إطار تبادل المعارف والتجارب والمعلومات مع المتربصين القادمين من مختلف الولايات، تبادل الاستفادة من تجارب المؤطرين، إعطاء الفرصة للجميع اطلاع على محتويات التكوين متوفرة في صياغ مختلفة رقمية وتقليدية. ولكن هنا رأيي الشخصي أنه الاستفادة الكبيرة والتي لا شك أنها ستفيدنا في أداء مهامنا في تكوين الأساتذة وتحسين مستواهم هي هذه التجارب المتبادلة مع جميع الأساتذة المفتشين المتربصين، لأن كل تجربة فهي رأس مال. إذن علينا أن نثمن هذا رأس المال هذا لجعله في خدمة الجميع والمساهمة ولو بقدر بسيط في تكوين الفرد الجزائري إن شاء الله. معنا كذلك الأخت، طبعا الأخت منصوري آمنة من ولاية الجفة. عفوا، شك أنك تلقيت تكوينا على مستوى المعهد، زاد ربما من خبرتك، زاد من تجربتك. طبعا بالدرجة الأولى، يعني ما هي أهم النقاط لربما أفادتكم في التكوين حتى أنكم تقدموها للسادة الأساتذة اللي ستشرفون عليهم؟ أولا السلام عليكم. قبل كل شيء أود أن أقول بأنني قبل أن أصبح مفتشة كنت أستاذة في التعليم، وعشت معاناة الأساتذة، وبالتالي هذا التكوين سيكون بالفعل له صدى في العملية المستقبلية التي سأقوم بها شخصيا. أريد أن أحدد أيضا بأنني كنت شغوفة جدا بالتعليم،
وبالتالي سوف أكون شغوفة أيضا توصيل المعارف التي تلقيتها التكوين إلى المتربصين. وأود أن جفين بوز pour remercier les encadreurs qui ont fait une bonne prestation. دونك المؤطرين اللي أطرونا زيتي على هوتور. تلقينا تكوين ذو نوعية معارف، كان هناك تواصل أيضا. كما أشكر أيضا الطاقم التربوي لمعهد ابن رشد بتيارت وكل أهل تيارت لكرم ضيافتهم. وأعود إلى عملية التكوين التي هي تعتبر عملية أساسية بالنسبة للأساتذة، للمعلمين في الطور الابتدائي، في الطور المتوسط، وحتى في الثانوي. إذن عملية التكوين هي عملية بيداغوجية بدرجة الأولى، لها ضرورتها ولها فوائدها وانعكاساتها على المستوى العام لأبنائنا. وشكرا. نبقى دائما متواصلين مع عملية التكوين. طبعا قلت أن ما زال كل الولايات تساهم وتشارك في هذا التكوين. معنا الأخ مرزوقي من ولاية تيندوف. أكيد الأخ مرزوقي أنك جئت لعملية التكوين على مدار سنة كاملة. طبعا وزارة التربية الوطنية على مستوى المركزي أو على مستوى جميع الولايات تسعى من أجل تكوين المفتش حتى يكون مؤطرا وكفاءته مباشرة، كما قالت الأستاذة، كما قالت السيد المفتشة، أنه يمر بها مباشرة إلى الأستاذ. أكيد أنه هذا النوع من التكوين سيكون له انعكاس إيجابي على مستوى المفتش ومنه مباشرة إلى الأستاذ. برأيكم هذا النوع من التكوين ما هي فائدته بالنسبة للمفتش ومن خلال الأستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أودي مثل الزملاء قبل البدء أن أشكر ولاية تيارت والطاقم التربوي والطاقم البيداغوجي والعمال والإداري معهد التكنولوجي ابن رشد بتيارت لما قدموه، كما قال الزملاء سبقني وقالوا كما قال، كل ما نحتاجه من أجل إنجاح هذه العملية التربوية والتي تسعى الوزارة من أجلها لتكوين المفتش. لماذا تكوين المفتش؟ لقد عملت أستاذ مكون منذ 2011 في معهد التكنولوجيا التربية، وخلال هذه السنوات اكتسبت خبرة، ولما أتيت إلى سيارة وجدت خبرة أخرى، خاصة الطرق التعليم الحديثة، لأن ما الآن ما يدرس في الأقسام هو الطرق التقليدية، ونحن بصدد هذا التكوين طلعنا على الطرق الجديدة وخاصة المراقبة بالكفاءات التي سماها الخبير برنار ري لابروش بار دي كومبيتونس بينطاش نوفيل اي انيديت، وسماها تجنيد، لأن في الماضي كان كل أستاذ لما يدرس يستعمل الطريقة القديمة دون أن يصل إلى نتائج، وهذا كان سبب. أما الآن دون إشراك التلميذ، والآن فإن التلميذ هو الأستاذ ما هو إلا منشط سنانيماتور دونزي سيونس في حصة، وبالتالي يسمح للتلميذ بأن يكون نفسه عبر الطرق الجديدة، وهذا شيء مهم. لماذا؟ لأن كل الزملاء المفتشين الذين شاركوا في هذا التربص خلال سنة كاملة تمكنوا من فهم الحقيقي وماذا عليهم أن يفعلوا عندما يرجعون بطبيعة الحال إلى القاعدة سيغ دو تيغان. أعتقد أن ال34 أستاذ مفتش متربص سوف يصلنا بالنتائج إلى تطبيق المقاربة بالكفاءات التي هي تتبناها وزارة التربية الوطنية، وهذا في أظن ليس هناك شك فيه. أما التكوين في حد ذاته فقد كانت كنا نتكون في خلال 7 ساعات في اليوم، كانت جد صعبة، ولكن كنا بطريقة الأساتذة في الإلقاء والحوار المتبادل في الحصص كنا لا نشعر بالوقت يمر. فما زاد التعليم قوة واتضاحا أننا كنا نستفيد من خبرة الأساتذة المكونين، لأنهم هما سبق لهم أن مارسوا مهنة التفتيش. إذن الآن كل مفتش فينا يعرف ما هي تقنية التفتيش وكيف يكون الأساتذة المكونين أو غير المكونين أو الجدد الذين في الحقيقة هم في حالة إلى إعادة التكوين. معنا كذلك سيد مفتش مرابط، أكيد أن تجربتكم وخبرتكم على مستوى ولاية تيارت نستفيد منها كطلبة كأولياء إلى ذلك. أكيد أن ربما ما زالت النظرة لدى الأولياء أنه ما زلنا نسير بالطريقة الكلاسيكية، ربما إقحام أساتذة، ربما حاملي شهادات مباشرة في عملية التعليم دون متابعة، دون مراقبة، دون تأطير. طبعا ربما هذه كلها أفكار تحتاج منا توضيح للأولياء. وزارة التربية أذكر
قلت أنها اعتمدت أساليب جديدة في عملية الإصلاح، منها الاهتمام بالمكون بالدرجة الأولى والاهتمام بالمفتش كمؤطر ومراقب ومتابع ومشرف على مدى تنفيذ البرامج والمناهج. أكيد أننا لابد من خلال هذه الحصة أننا نعطي صورة عن عملية التكوين وتكوين المكونين والمؤطرين بصفة عامة، وأكيد أنكم كنتم واحد من الذين شاركوا في هذه عملية التكوين، تلقيتم تكوينا. نستبشر خيرا سي مرابط بهذا التكوين، ربما أنه سينعكس إيجابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كذلك بدوري كزملائي أشكر جزيل الشكر، بداية أشكر إذاعة تيارت التي منحت لنا هذه الفرصة لنبدي عن رأينا فيما يخص هذا. ثانيا أشكر كذلك كل مؤطرين من أساتذة طاقم إداري على المجهودات اللي قاموا بها يعني لتكويننا. الإصلاحات بالطبع هي إعادة تصنيف المفتش، المفتش في حد ذاته هو مكون. نحن هنا في مدينة تيارت تلقينا تكوينا لنكون بدورنا نحن مكونين، تكوين المكونين. بالنسبة صحيح أنه البرنامج تاعنا كان مكثف وكثيف، إلا أنه استفدنا منه كثيرا، بما أن يعني الإطارات يعني المشرفين علينا المؤطرين تاعنا كانهم كلهم يعني لهم خبرة من مفتش عام، من مفتش مادة، من كلهم أفادونا كثيرا بالتجربة تاعهم. يعني وما نخبيش عليكم بلي مرة جاني واحد من يتكون في مكان آخر يعني مفتش تاع مادة يتكون في مركز في جهة أخرى، يعني قال جينا عندي باش نشوف المواضيع يعني تاع الامتحانات كيفاش. أنا قال لي بلي هذو لي موديول هذو ما قراهمش هما خلاص. يعني الحمد لله أنه بلي تيارت يعني استضافت هذه الوجوه النيرة من كل أنحاء الوطن، من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب. يعني كنا يعني دفعة تاع 2015 يعني ما شاء الله، يعني عندنا تقريبا نفس السن، عندنا نفس المستوى الثقافي. يعني كل واحد يشوف روحه مثلا في وسط هذا الناس هو يعتبر روحه بالك هذوك خير منه، هو بالك هو في المرتبة الأخيرة. يعني كلنا يعني ما شاء الله. فيما يخص مثلا كذلك على التكوين، إلا أنه قلت فقط أنه باللي بالنسبة للوقت، مثلا كي نهار اللي بدينا نشوفه في الامتحان نشوفه باللي عندنا 16 موديول قريناها، يعني في وقت ضيق، يعني في وقت في مدة 3 شهور، يعني مكثف ما كاش فتاكسي نورمال باسكو سي اون فورماسيون ان بو كومبريسي مي زي كومسا. الهدف تاعنا مثلا الاصلاحات الجديده اللي تكلم اللي تصنف على المقاربه بكفاءات، بالمقارنه مثلا على لا بي بي ولا لا بيداغوجي بار اوبجيكتيف جوستومون. هنا يعني كل واحد منا كمفتش ولا كاستاذ ولا كتلميذ، يعني المفاهيم تغيرت، يعني لو ستاتيو تاع التلميذ تغير. عوض مكان مثلا يستقبل فقط ان ريسيبتور اصبح محور العمليه تو تورن اوتور دو ليلاف، وهو يشارك في بناء تعلماته في وي اترافير الانتراكسيون. سو ني بلو ليلاف ريسيبتور، il est devenu élève acteur، il participe à la connaissance du savoir. بيان سور هذا كيما قال هذا الناس اللي هم كيما مثلا كزافير روجرز، ولا كيما مثلا هذا على كيفيه التقويم، ولا برنار ري يهضر على لا موبيليزاسيون. سيتادير كو لو ستاتيو نتاع التلميذ تغير واصبح ايجابي، يعني واصبح هو اللي يبني كيفاش يعني تلقي المعلومات الدروس تاعو، هو اللي يساهم في تكوين شخصيته في تكوين تلقين التعليم تاعو. وبالتالي يعني الناس هذو مثلا كيما غاستون باشلار ولا برنار ري ولا كزافير روجرز كاع هادو يسيروجوان مثلا نقول لك على لا بيداغوجي دو ليرور، بيداغوجيه الخطا، من الخطا نتعلم. يعني وبال هذه لا بيداغوجي بار اكسيون ثاني سي لانتراكسيون ولا لا بيرسبكتيف اكسيونيل، سيتادير كو يبدا التلميذ في حوار مستمر لتلقينه الدروس. اللي الحاجه الثانيه مثلا اللي احنا مثلا مادام رانا اون سانسكري دون لو كادر تاع دي انسبكتور دو لونغ فرونسيز، نشوفوا باللي مثلا كاين تراجع نوعا ما في نتائج اللغة الفرنسية. وهذا سنعود إلى هذا الموضوع لاحقا، يعني ربما ما زلنا في العملية سي مرابط أننا
عملية قلت أن التلميذ أصبح محور العملية، وأصبح كذلك هو الذي يبني مشروعه داخل المؤسسة، وأصبح هو العنصر الأساسي طبعا في التعلمات، في المكتسبات، في بناء مكتسباته، في بناء أفكار. هل أستاذ سيمرابط راضي عن ربما أداء الأساتذة بصفة عامة؟ يعني هل تأقلم الأساتذة ربما مع هذا الوضع يعني كتجربة؟ يعني جستمو الشيخ بغيت نقول لك بلي جستمو الوزارة ولا الوصاية أعطت أهمية كبيرة للتكوين، بدأت من المفتش وجه التكوين، ماشي غير التكوين ديال لا فورماسيون انيسيال، التكوين الأولي ولا كاين التكوين اللي تكلم عليه سوتو اللي عنده أولوية هو التكوين المتواصل، سي لا فورماسيون كونتينيو الذاتي ولا دابور. قبل الشيخ راك تكلم تعطي اشكاليه جوستمون تاع هذا الاستاذ اللي بالشهاده يمر مباشره للقسم باش يدرس التلاميذ بدون تكوين، لازم تكوين مبدئي الاولي، ومن بعد مام هو خلال يعني انجاز العلم تاعه خلال الخدمه، يعني اثناء الخدمه يسموه التكوين اثناء الخدمه. ربما هذه سلبيه قد تداركتها وزاره التربيه الوطنيه. نعم بالفعل، يعني صراحة يعني الشيء اللي يجي من الوزارة يعني دارت يعني أشياء، يعني أنجزت أشياء، كاين بزاف أعمال يعني إيجابية قامت بها الوزارة استدركت هذا النقص تاع مانيش عارف اللي بغا يدير لهم انفورماسيون اكسيليري، ولكن تندار أحسن من برا، من الجامعة الأستاذ ياخذ مباشرة من المحفظة تاعو ويروح للقسم باش يدرس بدون أي ترى عنده معلومة تعلمية، لكن ما عندوش رصيد معرفي، لكن ما عندوش مثلا معلومات مثلا فيما يخص لا بسيكولوجي دو لونفون، ما عندوش معلومات فيما يخص بناء الفرد، التعامل مع الأطفال، ما يكونش في أغلبهم أنهم بلي صغار، هذا مازال ما عندهمش تجربة يعني باش كيف التعامل مع الطفل، كيف يا يعني بيداغوجي يا يعني بسيكولوجي. إذا طبعا الموضوع شيق، طبعا فاصل قصير ثم نعود بكم مستمعينا، فابقوا معنا. مستمعينا الأفاضل، مستمعتنا الفضليات، ونتواصل معكم في هذه الحصة الخاصة المتعلقة بتكوين السادة المفتشين، خاصة مفتشي اللغة الفرنسية. معنا المفتشة سيدة صباحي، طبعا صباحي من ولاية غليزان، نرحب بك سيدة. أكيد أنك استمعت إلى كل الزملاء ما أشار إليه إلى من أهمية التكوين، طبعا من تلقيتموه في التكوين على مستوى معهد ابن رشد، الخبرات التي استفدتم منها. أكيد أنه ما زلنا ربما كأولياء، كمتعلمين، طبعا كظواهر سلبية، ما زلنا لاحظ أن تراجع في مادة الفرنسية، تراجع في النقاط، تراجع في المستوى، يكاد المستوى يكون غير مقبول. مرجع ذلك ربما إلى بعد عملية التقييم، إلى الأستاذ، إلى التلميذ، إلى عدم الرغبة من جهة، رأي تجربتكم مرجع ذلك إلى ماذا؟ شكرا لك سيدي. أولا السلام عليكم ورحمة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وكذلك أشكر كل الطاقم التربوي الذي يشرف على ولاية تيارت وعلى رأسهم السيد مدير التربية، وكذلك الطاقم الذي يشرف على تكويننا من أساتذة ومن مدير معهد ومن نائب رئيس المعهد، لكل المجهودات الذين بذلوهم من أجلنا في هذه الفترة وجيزة جدا، 4-5 أشهر، هو حجم صعب لي، يعني صعب في الأداء، صعب في تلقي المعلومات في هذا الظرف الضيق، ولكن بجهدهم وبمعرفتهم وبصبرهم لنا استفدنا منهم جدا جدا، فبالتالي تلقينا تكوينا يعني مشرفا، وأحاطوا بنا بكل المعارف التي يعني فيها أنا بزون دو سا، فبالتالي هذا التكوين جعل لنا من كل ولاية هناك مفتش،
هذا التبادل الرأي كان مفيدا جدا لنا. الاحتكاك بكل الولايات، فكل مفتش، كل مؤطر، كل مكون أتى بكل معلومات لديه، ماذا هناك من تخصصات، ماذا هناك من نقائص، ماذا هناك من يعني معلومات التي كانت تخفى على بعض الأساتذة، بعض المفتشين، بالتالي كان هناك انسجام يعني جيد. أما بالنسبة للتخصص لهذه الفئة من المفتشين أصعب من في كل المجالات، لأن اللغة الفرنسية هنا في الجزائر بدأت تتراجع، والأسباب فيها أسباب عديدة، ليس التلميذ هو الوحيد فيها المسؤول، فهناك كل من تلميذ، من أستاذ، من مكون، من مفتش، كل لهم دورا يجب أن يتداركوه. فاللغة الفرنسية هي لغة يعني كل الأساتذة الذين يستعملون هذه اللغة، كل المتخصصين في هذه اللغة لهم دور، لأنهم يعرفون ماذا ينقص، يعني مثلا للتلميذ يجب أن يكون له دور هام، لا يجب أن ينتظر كل الأستاذ فقط، يجب له المطالعة، الدور في المنزل، لا يخاف من هذه اللغة، لأن لما يخرج للشارع فهو لاغو تخوفه من الكلام باللغة الفرنسية، خاصة في المناطق النائية عندهم إحساس اتجاه هذه اللغة عقدة. فهنا يجي هو دور الأستاذ بالدرجة الأولى، لأن في هذه المرحلة ما نقدروش نقولوا باللي الأولياء، لأن هناك أولياء لا يجدون التكلم باللغة الفرنسية ولا حتى اللغة الفرنسية بالتالي، فهنا دور الأستاذ الذي يحثهم على اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية ليس هي عامل يعني للتلميذ للمكتسبات، أنه لما يترقى إلى الجامعة فكل الصعوبات، أن الدروس هناك في العلمية كلها باللغة الفرنسية، فيجب له أن تكون يعني يحب هذه اللغة. أستاذة، طبعا أستاذة صباحي، كنت يعني بشكل موضوعي أشرت إلى نقاط ربما مهمة، يعني أكيد أننا نأيدها جميعا، أن بعض العائلات ربما تتقن الفرنسية لها للأبناء قاعدة، أما البقية كلها أصبحت تنفر من الفرنسية. برأيكم أستاذ سيمرابط، أكيد أننا سنقف على قيس ربما ونتدارك برأيكم كمفتش، كمكون بالدرجة الأولى، الأسباب ربما أصبحت واضحة، يعني كيف لنا للأساتذة جميعا، للمؤطنين جميعا، أننا نتدارك هذا النقص، خاصة وأن اللغة الفرنسية طبعا هي من اللغات التي مطالب بها التلاميذ باعتبار أنه سيلتحق بالجامعة وله بحوث وما إلى ذلك. حقيقة أني يعني كاين تراجع في مستوى اللغة الفرنسية، يعني لكن كل واحد يرمي الكرة عند الطرف الآخر، نعرفين بلي، لكن ما هو دوري أنا كأستاذ ولا كمفتش ولا لازم تحديد المسؤوليات. أنا مؤخرا كتبت موضوع يعني الجريدة تاع مديرية التربية فيما يخص مثلا الكتابة، احنا يعني كل ما في كل سنة كنا ننصحوا مثلا شهادة التعليم المتوسط اللغة الفرنسية ديجا عندها المعامل تاعها ثلاثة، حتى اللي ما نحبهاش ولا إذا دت نقطة مش مليحة تأثر على المعدل العام، وبالتالي شتي الحيلة اللي نستعملها باش نكتسب نقاط. مثلا ما هو دور اللي لعبته يعني أني تجربة جربتها يعني في القسم تاعي ونجحت وصلت بها، كل مره مثلا في كنروحوا مثلا لشهاده التعليم المتوسط التصحيح يقول لك باللي التلاميذ يكتبوا لنا خطه الصفحه البيضاء ويخلونا الصفحه بيضاء مثلا في الوضعيه الادماجيه اللي هي عندها النقطه اللي نوتي سور 7 بوين، 7 بوين هي ثلث النقطه، يخليها لك فارغه ويدير لك ساعدوني من فضلكم انا اجهل اللغه الفرنسيه. انا كتبت في الموضوع تاعي باللي انا اتحدى اي واحد يقول لي ما كاش استاذ تاع اللغه الفرنسيه في اي منطقه قامة في ولاية تيارت، والله حتى في المناطق البعيدة المؤسسات البعيدة كاين أستاذ اللغة الفرنسية، معناها المشكل موش هنا. أنا شو الدورة تاعي كأستاذ؟ معناها لازم لي تحسيس، لازم لي تحفيز التلاميذ تاعي، وجربتها وعطت نتائج، يعني كان عندهم أنا في المؤسسة اللي كنت فيها عندهم مستوى متواضع، لكن أنا بالنسبة لي التلميذ كي يدي 3/7 في الوضعية الإدماجية أحسن ما يدي 0. كيفاش واحد اللي يكتب لك ساعدوا من فضلكم يخلي ورقة بيضاء تمد له نقطة؟ ما تمدلهاش. كي يدي 1، كي يدي 2، كي يدي 3 أحسن ما يدي 0/7. يعني كيف العمل؟ أن التلاميذ تاعهم ما دام كل شيء خطأ بالنسبة له، أنا نحفز نقولوا باللي اكتب، يعني ليديال، يعني الشيء المثالي هو أنه التلميذ يكتب لي
ويكتب صح، لكن اللي ما كتب ليش صح يكتب بالخطأ. المهم يكتب ما يخليش الورقة بيضاء. رجع معي في هذا الطرح، يقول مثلا التلميذ يقول بلي هذه خطأ وهذه خطأ وهذه خطأ، حتى يصبح ما يكتبش كاع، يخاف من الخطأ. بينما لو كان نحفسه باش يكتب ولا أخطاء معلش أنا ماذا بيا ما يديرش أخطاء، بس حيث الأخطاء لازم نغمض عيننا عليها. يكتب يتعلم باش يكتب، وكي يكتب يدي نقطة، وكي يدي نقطة يبدأ يحب اللغة. مادام يتعلم اليوم يدير أخطاء غدوة ينقص الأخطاء تاعو ويتعلم يعبر، وبالتالي كي يتعلم يعبر ويكتب يدي نقطة، والنقطة هذيك باش ما تأثرلوش على المواد الأخرى. وبالتالي بهذه الطريقة أظن بلي وأنا مثلا سيدة في الأقسام تاعي وجابت نتائج، صدقني بلي جابت نتائج يعني مشجعة جدا. طبعا هو سي مربط هي عينة من ولاية تيارث، معنا عينة أخرى ربما من الشرق الجزائري من خنجرة. بدراري محمد أكيد أنك ربما تشاطر سي مربط، أن المستوى أكيد أننا نعيش كلنا في وطن واحد، في ولايتكم أو كباقي الولايات فيه تراجع الفرنسية لأسباب مرجعها كما يقول أن القاعدة ربما في الابتدائي، والابتدائي يقول المتوسط، وأصبحنا نتقاذف المسؤولية. برأيك كمفتش ربما حتى نعود بالقاعدة بالدرجة الأولى، قاعدة اللغة الفرنسية، قاعدة تعليم اللغة الفرنسية وباقي اللغات، برأيكم وبتجربتكم ما هي الآلية اللي ربما نتبعها؟ هو الوضع يعرف نفس المواصفات على مستوى جميع مناطق الوطن، أنه هذا التراجع في مستوى نتائج تلاميذ المدرسة جمالية اللغة الفرنسية هو نفسه، ممكن درجات مختلفة في الوسط، ممكن الحضاري كان نوع من المستوى المقبول، ولكن كي نهزوا معدلات وطنية في المستوى ضعيف، نقول ضعيف جدا. هذا لو كونستاكي. نرجعوا للأسباب نتاع هذا الوضع، هذا فهي عديدة ومختلفة، ولا يسع الوقت لتطرق لجميع الأسباب، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو سياسي، منها ما هو تاريخي، منها ما هو تربوي بيداغوجي، منها ما هو حتى في بعض الاختيارات اللي بعد سنين الوزارة وجميع المتعاملين في ميدان التربية تضح لهم أنه كاين بعض الأخطاء الاستراتيجية ارتكبت. واليوم المدرسة ومن خلالها التلميذ الجزائري يدفع الثمن، وإحنا دركا انطلاقا من هذا الكونستا هذا، البقاء مكتوفي الأيدي ماهوش الحل. إذن الحل هو التحرك، والتحرك بدأ بكل الخطوات اللي تخطها وزارة التربية، انطلاقا من القانون التوجيهي للتربية اللي يسن كل ما يتعلق بالمدرسة الجزائرية وأهدافها ومراميها وغاياتها، ومن بين هذه الغايات هو تكوين فرد متفتح للعالم وعنده استعداد للتواصل مع بقية الأفراد على مستوى الوطن ولا حتى على مستوى الخارج، ولازم تكون عنده وسيلة للتحصل على المعارف وعلى العلوم مهما كان مصدرها، وهذا لا يتأتى إلا بالتحكم في اللغات. حاليا على مستوى وزارة التربية هناك ورشة كبيرة جدا، على حسب تجربتي القصيرة فهي أكبر ورشة اللي تفتحها وزارة التربية منذ الاستقلال، ليس من جانب من وجهة نظر الحجم فقط، بل من وجهة نظر نوعية الأهداف المستطرة، وهذا هام وهام جدا، لأنه أصبحت لنا نظرة علمية للمدرسة، نظرة موضوعية، نظرة تهدف إلى إصلاح شامل وعميق وذو نتائج دائمة. يعني من جانب الرسمي، من جانب البوينت فيو انستيتيوشنال، كاين طموح، كاين امل انه الامور راح تعرف تغير، ولكن هذا التغيير هذا لا يتاتى، تغيير نقصد به التحسين، لا يتاتى الا بمساهمه العنصر الفعال الاكثر فعاليه في العمليه اللي هو الاستاذ. فكل ما تم القيام به في السنوات الاخيره كان يشبه عيب، وعيب كبير، وهو نقص التكوين. اليوم التكوين راهو ياخذ في حيز كبير من العمل على جميع المستويات. إذن كإجراء أول، إرساء سياسة تكوينية فعالة ووجهة تأتي بالجواب المناسب للحاجة المناسبة. ثانيا القيام بعمل توعوي تجاه العائلة، لأنه حان الوقت لأن نتعامل مع اللغات ومع العلوم بصفة محايدة بدون عاطفة، ليس لأن اللغة الفرنسية لغة مستعمر وهذاك الحديث اللي ما يؤدي إلى أي نتيجة، إذن أنا نحرم أولادي من التحكم في لغة من اللغات، هذا طرح خطأ. فأنا كأستاذ، كمفتش، كولي، كمواطن عادي، نتمنى أن نشوف أبناء وطني يتحكمون ليس في اللغة الفرنسية فقط، بل في جميع اللغات. فهذا باب مفتوح على مصراعيه يمكنهم من التحكم في العلوم، التحكم في التكنولوجيا، التحكم في المعارف، وهذا ينعكس إيجابا على مستوى تطور المجتمع. إذن الحل التكوين، التوعية،
التحسيس والعمل بدون هوادة. نعم. التواصل بين الأسرة. شكرا. بارك الله فيك سي بدرين. نبقى دائما مع السيد مفتي السيد سي مرزوقي. أكيد أن تندوف خاصة الجنوب، ربما الجنوب جنوبنا الشاسع يعاني ربما أكثر، ربما ما نلومش العائلة في هذه المناطق، ما نلومش العائلة بالدرجة الأولى، قد لا تكون لها المسؤولية أكبر بقدر ما تكون بالنسبة للأساتذة والمفتشين حتى نتدارك هذه النقائص خاصة باللغة الفرنسية. أتمم ما قاله زميلي المفتش محمد، ولكن أنا أشير إلى نقطة حساسة هي أن اللغة الفرنسية كما يلاحظ الجميع تراجعت، واللغة الإنجليزية تطورت. لماذا هذا الفرق بين اللغتين؟ ليس في الأستاذ ولا في المفتش ولا في التلميذ ولا في كل المشاركين الاجتماعيين، وإنما هي في البرنامج في حد ذاته. كل البرامج اللغة الفرنسية لا تتماشى مع مستوى الحقيقي للتلميذ، خاصة في ولاية الجنوب سواء بشار أو تندوف. هذه واحدة. ثانيا، لا نستطيع، هناك نقص في الأساتذة خاصة على مستوى البريمير. Il n'y a pas d'enseignant en primaire. ولو وجد أستاذ هو أستاذ أتي من الجامعة مباشرة كما قال السي مرابط قبيلة للموضوع اللي جبده، جاي مباشرة من الجامعة لم يتحصل على سكوين وعلى شيء. هناك نقص كبير في البريمير من المعلمين، هناك تلاميذ يصلون للسنة الأولى متوسط دون أن يحضر ولو حصة واحدة في 3 سنوات نتاع البريمير اللغة الفرنسية. هل ترى هذا التلميذ لم تتح له الفرصة يوم أن يكون في قسم وله معلم يدرس باللغة الفرنسية في المتوسط؟ هل يجب كما تطرق لها زميل الشيخ المفتش، هل يجب أن ندرس هذا البرنامج أم نجد له برنامج آخر؟ هناك إشكاليات وهنا أطروحات كبيرة. أعود إلى اللغة الإنجليزية. لماذا اللغة الإنجليزية؟ لأن الآن الصراع في الجزائر بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وكل التلاميذ يتجهون إلى اللغة الإنجليزية. لما؟ ليست لأنها سهلة، لا، ولا لأن الأساتذة أو المفتشين، لا، أنا لا أتهم أحد، ولكن أقول رأيي في هذه القضية بالذات، لأن البرنامج يتماشى مع المستوى النمو العقلي للتلميذ، ليس إلا هذه الحقيقة التي يجب أن نقبل بها العام والخاص. نعم سي جلول، أكيد أن ربما هذا السؤال كنت أوجهه للجميع، وهو أن ربما الوسائل، ما فيش تدريس بدون وسيلة، الوسيلة هي عملية بيداغوجية تربوية، ربما في اللغات، في اللغة الفرنسية والجميع اللغات والمواد الأدبية، أننا أصبحنا لا نقحم ربما الوسيلة في عملية التعلم، حين أننا نعتبرها بالنسبة للمواد العلمية. برأيكم استعمال الوسائل هل هو ضروري بالنسبة للغة؟ صحيح سيدي الفاضل، ولكن هذا يعود إلى التكوين. مثلا نحن تكوننا مفتشين الآن، تكوننا كيف نستعمل الوسائل التربوية داخل المؤسسة التربوية. إلا أن الأستاذ ليس ملم، هو التكوين، تكوين في حدث. إلا أن يكون هناك تكوين صحيح وتكوين جدي واستعمال الوسائل الانفورماتيك لتيس الانفورماتيك في المدارس التربوية، قد نكون دائما متأخرين إذا ما قرينا مع اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية تعتمد على الحوار. أما اللغة الفرنسية فهي الآن تعتمد على مكتسبات اللغة، لأن التلميذ لما يذهب إلى الجامعة سوف يجد اللغة الفرنسية ولا يجد المراجع باللغة الإنجليزية. إذن يجب أن نكون المعلمين والأساتذة وإقحام الوسائل التربوية. معنى كذلك الأستاذة أمينة. إذن أستاذة تعقيب ربما لما قاله. أولا يجب الاعتراف بأن المدرسة الجزائرية تعاني، وهي يمكن أن نقول بأنها مريضة، والأسباب متعددة ومختلفة، ومن بينها مشكلة اللغة الفرنسية. قبل أن أستطرد، فمع تطور التكنولوجيات الحديثة تعتبر اللغات الأجنبية خاصة اللغة الفرنسية وسيلة للتواصل مع العالم الذي أصبح مجرد قرية يلتقي فيها الشاب والشيخ والمثقف والجاهل والفرنسي والجزائري والأسود والأبيض، ولذلك قد يكون الحديث عن اللغة الفرنسية حديث ذو شجون، خاصة بالنسبة لمنطقتنا، منطقة الجلفة والجنوب عموما. والأسباب إذا قلت مختلفة، يمكن تلخيصها في نقاط تالية. إذا بالنسبة لولايتنا مثلا، هناك الوسط الاجتماعي الذي قد يتميز نوعيا وجغرافيا كثيرا عن المناطق الأخرى للوطن، الشمال مثلا ومناطق أخرى، الضعف القاعدي للتلاميذ، وهذا يعود إلى ضعف المكونين أنفسهم يعني المعلمين بالدرجة الأولى. وهنا يمكن ربط ذلك بنقص فعالية فعالية التكوين، يعني تكوين المؤطرين. إذا أقف عند هذه المحطة لأؤكد بأن الدور الأول والذي يجب أن يكون فعال هو دور المفتش، الذي يجب أن يكون موجها ومشرفا ومتابعا للعملية التكوينية بشكل فعال، وأن يتواصل مع المتكونين بشكل بيداغوجي وتربوي. يمكن أيضا ذكر أسباب أخرى، منها وجوب عملية التقويم التي يجب أن نكون صريحين
حولها ونتكلم عن وجوب القضاء عن الغش بتوعية الأولياء أولا قبل كل شيء، قبل التلاميذ توعية الأولياء بأن الغش ليس وسيلة للتحصيل وليس وسيلة للدفع ببلادنا إلى الأمام. إذن غياب دور جمعية أولياء التلاميذ، المشكل الاستراتيجي للتوظيف، الاستخلافات، أيضا هناك أسباب أخرى يمكن ذكرها، الأحكام المسبقة للمادة، فكاتب ياسين الكاتب الجزائري الذي المفرنس الذي يكتب باللغة الفرنسية قد قال يوما بأن اللغة الفرنسية هي ستانغيتاج كولونيال، ستانغيتاج نتكلم عن الإرث بمعنى لو تريزور، شيء يعني ذو قيمة يجب استغلاله ويجب الاستفادة منه، بعكس من يظنون بأن اللغات الأجنبية هي لغات سوف تحطم اللغة الوطنية أو سوف تقضي على الشخصية الوطنية أو، فبالعكس أنا أظن بأن الانفتاح عن العالم وعن القيم الإنسانية هو من دور كل المكونين وكل المؤطرين وكل المعلمين لكي نسير في ركب التكنولوجيا وفي ركب في قافلة نسير في قافلة من يسيرون إلى الأمام. وشكرا. إذن شكرا للأستاذة منصوري أمينة من ولاية الجلفة. طبعا الشكر موصول لي السيد مفتسي بدراي محمد من ولاية خنشلة، وكذلك إلى السيد مرزوق جلول من ولاية تيندوف، وسيم رابط من ولاية تيارت، والسيدة صباحي فتيحة من ولاية غيزان. أنتم مستمعين الأفاضل، مستمعات الفضائيات، لكم منا جزيل الشكر على حسن الاستماع والإصغاء والمتابعة. إلى أن نلقاكم في حصة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.